اليوم اعطينا الانطلاقه ديال العمل داخل المقر المركزي للحزب المغربي الحر بالرباط شارع علال بن عبد الله. اليوم كانت انطلاقه باجتماع مفتوح لاعضاء المكتب السياسي امام وسائل الاعلام من اجل اعطاء الخطوط العريضه وبدايه الاشتغال على البرنامج الانتخابي، كذلك اعطاء الانطلاقه لعمل مجموعه من الاوراش من بينها ورش التنميه الاقتصاديه للمغاربه. اليوم كما شفتوا على اننا استطعنا الحمد لله على اننا ننزلوا الانتصار القانوني اللي انتصرنا به على ارض الواقع، واننا نفتحوا في وسط الرباط مقر مركزي حتى نقطع الشك لكافه المشككين، وان نقول على ان حزبنا فعلا حزب بصفه قانونيه يشتغل ويشتغل بجد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.